نفسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. فلسطين وبيت المقدس أرض إسلامية، لا يملك أحد كائنا من كان أن يتنازل عن شبر منها، ومن فعل فقد خان أمانته، وصنيعه هذا باطل مردود يبوء بخزيه في الدنيا والآخرة، ولا يلزم الأمة في قليل ولا كثير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.